بلال عيفا، بديت في الصغر في نادي جمعية رياضية بريانا، بعد مشيت لكيب ناسيونال من جمعية بريانا، بعد معناتها مينيم جيت للنادي الإفريقي، كبرت معناتها في النادي الإفريقي، وبعد بدأت معناتها حياتي بدأت مني أنا جيت للنادي الإفريقي، مشيت كوب دي موند ولعبت كوب دافريك، الحمد لله معناتها توا فرحان والحمد لله. بون معناتها النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي معناتها هما كما يقولوا في تونس معناتها زوز حوم، كل واحد يحب جمعيته برشا. صحيح العباد معناتها في جمهور الكلوب تصور يحب جمعيته اكثر من جمهور الترجي. بعد كم معناها خويا احنا راهو احنا الملاعبيه معناتها مع جوار الترجي صحاب، اما من بعد كي ندخلوا للتيران كل واحد يلعب على دربويه معناتها، من بعد كي نخرجوا من التيران نرجعوا صحاب، وكذا معناتها كيما قلت كل واحد يلعب على دربويه وكل واحد يلعب معناتها على مريول اللي لابسه. الدربي جمعة وجمعة وحدها معناتها سواء تونس تحيا كيما نقولوا من جديد معناتها تشوف العباد تبدا تحضر في الدخلة ودرابويات وكل شيء، وتشوف الجوارات زادا يبداو كونسونتري معناتها الدربي ماتش آخر وحده معناتها عبارة في بلاد أخرى وفي بطولة أخرى معناتها يتحضر وحده، عبارة الدربي معناتها بطولة وحدها. حتى أونترونور مش مستحق باش يحضر الملاعبية الدربي خاطر معناتها جوارات تبداو حاضرين وحدهم من غير حتى كونترولور ولا حتى مسؤولين. بالنسبة للتراجي معناتها نحترمهم وكل شيء وهي جمعية كبيرة معناتها عندها تاريخ، أما بالنسبة لي أنا معناها كيما نقولوا ما يهمنيش فيها خاطر أنا نحب جمعيتي هي النادي الإفريقي نحبها. اللي انا صغير معناتها هما على رواحهم انا لا نتبعهم لا نتفرج فيهم معناتها هي صحيح جمعيه كبيره انا ما نتبعهمش معناتها ما نتفرجش فيهم ونحب جمعيتي ونتفرج كان في جمعيتي النادي الافريقي هي جمعيتي هي عائلتي معناتها اللي تربيت ملي انا صغير تربيت فيها بريسك معناتها كل يوم اللي تربيته في النادي الافريقي ما اللي عشتوا مع النادي الافريقي ما عشتوش مع عائلتي من ستاجيرت ومن معناتها عشت فيها بريسك اكثر من اللي عشت في دار نحب النادي الافريقي وهي كيما عائلتي ولا حتى اكثر. جوارات قبل وتو معناتها كانوا يلعبوا في الترجي صحابي ومش ما عنديش برشا صحاب معناتها في الترجي، انا عندي صحابي كانوا يكونوا معنا لنا في الكبير كيما سيف الدين العكرمي كيما محمد علي اليعقوبي كيما كريم العواضي معناتها عندي صحابي كانوا يلعبوا معايا لنا وعشره طويله عديت معهم بريود باهي في النادي الافريقي هذيك معناها قاعده الكونتاكت معاهم وكاو ما عنديش برشا معناتها مثلا الاولاد لعبوا في انا اولاد التراجي ما عنديش عندي اصحابي من التراجي اللي لعبوا معايا في النادي الافريقي ولا مليانة صغير لعبوا معايا.